السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبنا في قناتنا وقناتكم اصنعها بنفسك مع أخوكم عادل العبسي. طبعا احنا كنا اشتغلنا قبل كده في فيديو على بداية احتراف الرماية، وكنا أخدنا ازاي تعرف تشتغل على النشان كويس، ازاي ظبطة النشان، طريقة الظبط بتاعها يمين وشمال وفوق وتحت، ازاي أنشن على الهدف، كل الحاجات دي احنا خدناها قبل كده بالتفصيل في الفيديو اللي فات. هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت. النهاردة بإذن الله هنبدأ نعرف ازاي نركب، بالنسبة طبعا الكلام ده للناس لسه اللي مبتدئة او لسه جايبة بندقية جديد او جايبة سكوب جديد. فالنهاردة هنعرف بإذن الله ازاي نركب السكوب على البندقية وازاي تظبطه صح، فواحدة واحدة كده مع بعض ان شاء الله، وركز معايا في اللي جاي. طبعا عندنا هنا البندقية، ركز كده معانا، تعالى يا سيف. بصوا يا جماعة، في البندقية من فوق هتلاقي مجرتين كده، الخطين دول شايفينهم، الخط ده والخط ده، دول اللي بيركب عليهم القاعدة بتاعت السكوب. هنبدأ نركبها كده مع بعض ان شاء الله. كل اللي هتحتاجه السكوب بتاعك ومفك، هتجيب مفك صليبة او مفك عادي على حسب المسامير بتاعت السكوب. طبعا يا جماعة السكوبات انواع كتير جدا واحجام كتير جدا، كل نوع وليه مميزات، وكل ما عدليت في العدسة كل ما كان افضل. فانا هوريكم دلوقتي وافهمكم ايه النظام. طبعا السكوب اللي معانا ده سكوب ياباني، هيتر ياباني اهو معايا، اهو هيتر ياباني. الابعاد بتاعته 20 × 4، 4 ده الاكس بتاعك، عشان برضو الناس اللي مش عارفة، في ناس بتلاقي سكوبات ياما مكتوب عليها ارقام فمش عارفة الارقام دي عبارة عن ايه. اول رقمين معايا كده، بص، اول رقمين دول بيبقوا القطر بتاع العدسة، ال20 ديت يعني 20 مليمتر، تمام، دي 20 مليمتر، يعني العدسة بتاعتي قطرها 20 مليمتر، تمام كده. الاكس اللي بعديها الرقم ده بيبقى عدد درجات البعد، يعني التقريب بتاعك بتاع السكوب، يعني ده اكس 4، يعني بيقرب 4 اضعاف، تمام كده. في طبعا لغاية اكس 16 واكس 32 على حسب طبعا السكوب بتاعك. كل ما كان الرقم الاولاني ده اكبر، كل ما كان فتحة العدسة اكبر، كل ما كان افضل في الاداء، تمام كده. العدسة بتاعتك كل ما كانت اكبر، كل ما وسعت معاك البعد بتاع العدسة وادتك الشكل العام في العدسة بتاعتك، لما تيجي تبص فيها بتلاقي اكبر كحجم واكتر في البعد، بتقرب مسافات بعيدة. وطبعا البعد بتاعك ده بيفرق معاك على حسب البندقية برضو، في بنادق مثلا المدى بتاعها 20 متر، في بنادق 30، في بنادق 40، في بنادق بالمية والمتين متر، فعلى حسب قوة البندقية بتاعتك بتركز معاها في السكوب. ما ينفعش مثلا اجيب سكوب عالي على بندقية مدى بتاعها 20 متر، يبقى انا ضيعت السكوب على الفاضي، مش هيجيب لي المسافة دي، البندقية نفسها مش هتجيب المسافة دي، تمام. فانا بجيب السكوب على حسب البندقية بتاعتي، تمام. البندقية عندي هنا المدى بتاعها 40 متر، تمام، فبالتالي انا مش هجيب حاجة تستاهل ان هي تبعد عن كده، الا لو كنت ناوي ان انا اطور البندقية بعد كده، ربنا يكرم ان شاء الله يعني. طيب مع بعض كده نركز. هنا هتلاقي طبعا الاعداد دي جماعة بتختلف من سكوب للتاني، الاعداد دي كشكل بيختلف، لكن هي السيستم بتاع ادائها واحد، السيستم بتاع تركيبها برضو واحد، ماشي. هتلاقي في هنا مسمارين، المسامير ديت في القاعدة دي ثابتة في قاعدة واحدة، في بعض القواعد التانية بتبقى دي منفصلة ودي منفصلة، مش في بعضها كده، خلاص. طيب قبل ما نركب السكوب، في بس تكاية صغيرة كده بالنسبة للناس اللي هتركب سكوب جديد هتفيدك كتير، هي حاجة بسيطة بس برضه هتفيدك. بصوا يا جماعة، السكوب لما بيجي بيبقى القاعدة بتاعت ظبط النشام بتاعه بتبقى في النص، شايفين عاملة ازاي، ماشي. انت علشان السكوب يتظبط معاك كويس وفي نفس الوقت يجيب المدى بتاعك صح وما تحتاجش انت تقدم بوشك قوي، هتبدأ تفك دول سنة صغيرة كده،
ماشي. طبعا دي مسامير القعده ودي المسامير اللي ماسكه السكوب. بص يا جماعه كل اللي انت عايزه رجع لي السكوب ورا شويه. شوف عملت ازاي، لميت السكوب ورا للاخر عشان ما يخلي لي العدسه دي تقرب معايا قدام، هتسهل لك ياما في الصيد. نربط عليها تاني، وبرده لما نيجي نربط اربط شويه من هنا وشويه من هنا، ما تربطش كله في جهه واحده وما تضغطش عليه زياده عن اللزوم. برضو حتة صغيرة كمان يا جماعة، لما تيجي تظبط تشد ده لورا ماشي، خلي بالك ان الاكس بتاعتك، الاكس بتاعتك اللي بتبقى هنا دي ما تبقى مظبوطة، ما تبقاش حودت معاك يمين او شمال خلاص. فانا بنزلها على الاخر زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده اربط. تثبت عليها من هنا ومن هنا، تمام كده القعده بتاعتي جهزت. هبدا اركبها على المجرى بتاعتي. بصوا يا جماعه لقيت الطرف ده بيبقى هنا في المجرى دي، المجرى دي بيبقى لها سن كده، والطرف الثاني بيبقى في المجرى دي زي ما احنا شايفين. بركب واحد ناحيه الاول وبعد كده بنزل بالثانيه، وبرجع الاسكوب معايا لاخر المجرى. شو عملت ازاي؟ رجعت الاسكوب معايا فين؟ لاخر المجرى خالص، وابدا اربط. برضو في الربط ما تربطش من ناحيه وتسيب التانية، بتربط شويه من هنا وشويه من هنا. تمام كده 10 على 10 اهوت. ماشي يا جماعة كده السكوب بتاعك ظبط خلاص. تمام عرفنا كده ازاي اركب السكوب بتاعي على البندقية. بإذن الله الفيديو الجاي هنبدأ نعرف ازاي نظبط النشام بتاعه، والنشام بتاعه في طريقة سهلة جدا وفي نفس الوقت بتجيب مفعول كويس قوي. واحدة واحدة كده بإذن الله، تابعونا الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نعرف ازاي نظبطه صح. خليكم معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.